أهلا بكم مشاهدين إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء أبدأها بالعناوين. واشنطن تعلن دعم الخرطوم بالاحتياجات الاقتصادية العاجلة والعمل على إزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب. رئيس الوزراء يبدأ الأحد زيارة إلى بروكسل لبحث آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي. نهر النيل تكمل الترتيبات لزيارة رئيس المجلس السيادي الانتقالي غدا في شندي. أهلا بكم. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للحكومة الانتقالية في السودان لاجتياز الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الراهنة. وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي خلال الاجتماع التشاوري حول سد النهضة الذي انعقد في واشنطن، أكد دعم واشنطن للخرطوم بالاحتياجات الاقتصادية العاجلة بجانب العمل على رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وكانت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله أعربت عن تطلع الحكومة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتسنى لها تنفيذ برامجها، سيما البرامج ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية. وقدمت الوزيرة شرحا بالمهام التي ظلت تطلع بها الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها، بما في ذلك جهود تحقيق السلام مع الحركات. وامتدح مساعد وزير الخارجية سير عمل الحكومة ودورها البناء في دعم جهود السلام في جمهورية جنوب السودان، ودعا لاستمرار هذه الجهود بغية تحقيق السلام هناك. يبدأ رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بعد غد الأحد زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. وينتظر أن يتم خلال الزيارة التي يرافقه خلالها كل من وزير الصناعة والتجارة، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، ووكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ينتظر أن يتم بحث آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التغيرات التي حدثت في البلاد عقب ثورة ديسمبر. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي إن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالي في السودان وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة. عبرت الولايات المتحدة عن تقديرها وشكرها لزعماء السودان وكينيا ويوغندا في السعي للتوسط بين أطراف النزاع في جنوب السودان من خلال تقريب شقة الخلاف بين الرئيس سلفا كير رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة الدكتور رياك مشار. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمكتب الشؤون الأفريقية تيبور ناجي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة: نحن نشكر قادة كينيا والسودان ويوغندا سعيهم للتوسط بين الرئيس كير والدكتور مشار إبان الاجتماع الذي عقد في عنتبي بيوغندا. وأكد أن الولايات المتحدة تدعو أمانة الإيجاد للعمل مع الجنوب لوضع معايير واضحة للتقدم خلال قمة الإيجاد، لأنه أكد أن الولايات المتحدة تقف مع شعب جنوب السودان. وكان قد عاد إلى البلاد قادما من يوغندا مساء أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعد مشاركته في القمة الثلاثية التي جمعته الرئيس اليوغندي ورئيس دولة جنوب السودان. وقال مدير إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية الطاهر أبو هاجة إن الاجتماع ناقش المهام الملحة التي لم يتم إنجازها والمتعلقة بالترتيبات الأمنية والحكم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لدولة جنوب السودان. وقال إنه تم الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية لمدة 100 يوم اعتبارا من 12 من نوفمبر الجاري حتى تتم مراجعة التقدم المحرز بعد 50 يوما من التاريخ المحدد. قال ولي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد إن ولايته بمختلف مكوناتها ومحلياتها أكملت استعداداتها لاستقبال رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في زيارته المقررة يوم السبت لمحلية شندي. وقطع حماد لدى تفقده ميدانيا للمواقع التي ستشملها الزيارة وتراوسه لاجتماع اللجنة العليا بمحلية شندي.
قطع باستعداد قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة لإتمام الصلح بينهما بعد إعلان العفو عن المحكومين بالإعدام من قبيلة العبابدة استجابة لتدخلات الرئيس البرهان ورجال الخير والإحسان وكافة السجادات ومشايخ الطرق الصوفية ورجالات الإدارة الأهلية. وأكد أن ولاية نهر النيل ستقدم أنموذجا يحتذى في إصلاح ذات البين بإخلاء سبيل 5 من شباب قبيلة العبابدة صدر في مواجهتهم الحكم بالإعدام. ودعا حماد كافة الشرائح لإشاعة روح التسامح والعفو عند المقدرة. هنالك حشود ضخمة جدا سوف تأتي إلى حاضرة الولاية مدينة شندي عند الساعة 12 من منتصف يوم السبت للحضور على التوقيع للصلح التاريخي بين قبيلتي العوضية الجعلين وقبيلة العبابدة. هذا الصلح الذي يعني أخلى سبيل عدد 5 من الشباب أتت اللحظات الأخيرة للغصاص، وإلا أن جهود السيد الرئيس ومجموعة من أبناء المنطقة وأبناء البلد الحادبين على رضغ النسيج الاجتماعي في إطار التسامح والتصالح أفلحت هذه المساعي وتكللت هذه المساعي بهذا النجاح الكبير. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة من شندي سعادة الفريق الركن مرغني عكود رئيس لجنة المساعي الحميدة. سعادة الفريق مرحبا بك، وبدءا حدثنا عن جهود اللجنة في التوصل لهذا الصلح. سعادة الفريق إن كنت تسمعني. مرحبا بكم الإخوة في قناة الشروق، ونحمد الله سبحانه وتعالى. نعم أسمعك جيدا. الفريق نعم أنا أسمعك أيضا. نعم سعادة الفريق يعني نحمد الله أنه تكللت مساعي منظمة الإصلاح والمساعي الحميدة بالنجاح في الوصول إلى عفو بين نعم أنا أسمعك سعادة الفريق، ويدعو عليك سؤال الذي يعني ابتدرت به هذه المحطة معك للتوضيح حول ما جرى من يعني عفو بين قبيلة الرواضية الجعريين نعم نعم هذه المشكلات حدثت قبل قرابة 4 سنوات، وواصلت هذه المنظمة بين الطرفين حتى توصلت إلى العفو والإصلاح بين الطرفين، وقد كان هناك عديد من الرواضية الجعليين وتم فيه حكم القصاص على 5 من العبابدة، والحمد لله تم العفو والصلح والتسامح في هذه العملية من منظمة الإصلاح والمساعي الحميدة تحت رعاية الأخ والي ولاية نهر النيل والأخ رئيس مجلس السيادة، وهو كذلك من أبناء هذه الولاية. فنحمد الله سبحانه وتعالى، سنشهد غدا السبت في تمام الساعة 12 تظاهرة كبيرة لحضور مؤتمر الصلح والعفو بين هذه الأطراف، وهذا من أجل نشر ثقافة التسامح والصح والصفح والعفو بين القبائل وبين فئات المجتمع وبين الأفراد. فهذه المنظمة كان لها دور كبير جدا في درء وفض النزاعات بين الفئات المختلفة وإصلاح ذات البين، وهي بدت كلجنة في محلية شندي وصارت لجنة في ولاية نهر النيل، والآن أصبحت منظمة على المستوى القومي منظمة الإصلاح والمساعي الحميدة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أنه تم هذا العفو، ونسأل الله أن يتقبل من الغائمين على هذا الأمر وكذلك من أطراف النزاع، وأن يتقبل من أهل أو ذوي أولياء الدم هذا العفو. ونحمد الله أنه عملا بقوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنسأل الله أن يتقبل من الأطراف، ونهيب بكل العضوية المنظمة وأهل الحل والعقد والجودية
والإدارات الأهلية أنهم يشهدوا هذه التظاهرة التصالحية لنشر هذه الثقافة بين سعادة الفريق. يعني ما هو الدور الذي لعبه يعني الشركاء الذين شاركوكم في هذا العمل, عمل الإصلاح بين القبيلتين, هذا العمل الكبير والتي تشهده غرية التليباب بمدينة شندي؟ هذه المنظمة تجمع كل ألوان الطيف القبلي والجهوي من شرق السودان وغربه وشماله وجنوبه ووسطه, في من أهل الجوديات وأهل الحل والعقد, وللمنظمة عضويتها ولها مكتبة التنفيذي ولها أمانات بالولايات, وهنالك أمانة للمنظمة بولاية نهر النيل تابعت هذه الأدوار. وكان الدور الأكبر رعاية هذه المنظمة بواسطة الأخ والي ولاية نهر النيل والأخ رئيس مجلس السيادة, وحتى أنه تشهد هذا الصلح الجامع بين الأطراف والذي سيكون نموذجا في للعفو والتصافح بين الناس ورزق النسيج الاجتماعي. وندعو الله أن لا تنتشر ثقافة القتل ولكن تنتشر ثقافة الصبر والعفو والتسامح بين الناس. سعادة الفريق, إلى أي مدى يمكن يعني أن يؤثر هذا الصلح وهذه الجهود المبذولة في ترسيخ السلم الاجتماعي في المنطقة؟ دورها الكبير. نعم, هو حيعمل فعلا على ترسيخ السلم الاجتماعي والأمن الاجتماعي بنشر ثقافة العفو والتصافح بين الناس حتى لا يحتدي شخص على آخر, ونتمنى ذلك أن كل الناس يعني تضبط نفسها في حالة الخلاف وحالة التشاجر, وندعو الله أنه يوفقنا نحن في الأعمال الوقائية في درء هذه المشكلات وفي فض النزاعات, وكذلك كل أطراف أو لجان الصلح على مستوى القرى وعلى مستوى الأحياء والمدن أنها تقوم بدورها في درء المشاكل وفض النزاعات بين الناس حتى لا تحصل مثل هذه الأحداث. جزيل الشكر سعادة الفريق الركن مرغني عكود رئيس لجنة المساعي الحميدة, شكرا جزيلا لك. يصل الخرطوم غدا السبت وفد رفيع المستوى من الجبهة الثورية السودانية برئاسة عضو المجلس الرئاسي للجبهة الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة, في وقت أكدت فيه لجنة الاستقبال اكتمال كافة الاستعدادات لاستقباله بمطار الخرطوم عند 10 من صباح السبت وسط مشاركة فاعلة من جماهير الولايات الشرقية الثلاث. فيما أكد الأمين العام للجبهة الثورية عبد الوهاب جميل أن وصول الوفد إلى البلاد يأتي في إطار توجه الجبهة الثورية لتنزيل اتفاق جوبا والتأكيد على جدية الجبهة الثورية في تحقيق السلام العادل لجميع مكونات الشعب السوداني, وأشار إلى أن هناك عدة لقاءات ستعقد مع المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير وقادة الأحزاب السياسية في السودان إلى جانب عدد من اللقاءات الجماهيرية مع قطاعات الشعب في إطار التنوير بمخرجات إعلان جوبا ومترتباته والاستماع إلى مطالباتهم في المرحلة القادمة قبل انطلاق الجولة المقبلة في جوبا. وفي سياق أعلن الناطق الرسمي لتنسيقية الحرية والتغيير وجدي صالح الجاهزية التامة والاستعداد الكامل لجولة الحوار المقبلة مع وفد حركات الكفاح المسلح بعاصمة جنوب السودان. وأكد وجدي صالح لبرنامج مؤتمر إذاعي الذي بثته الإذاعة السودانية على التوافق الذي تبدى من جميع شركاء ثورة تيزنبر وتوفر الثقة للوصول إلى اتفاق سلام ستطبق بنوده على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية وإشراك جميع القوى السياسية التي اهتمت بانتصار الثورة, وأشار إلى مكونات الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح. وأوضح ودي أن من مهام الحكومة الانتقالية التي تولت منذ 8 سبتمبر الماضي إعادة هيكلة الخدمة المدنية. دعا تجمع وحدة قواعد الحركات الموقعة على السلام بدارفور وكردفان الحكومة الانتقالية إلى إنفاذ بنود
البنود التي لم تنفذ في الاتفاقيات مع النظام السابق. وأعلنت الحركات الموقعة خلال مؤتمر صحفي بالفاشر أكدت دعمها لعملية السلام بالسودان وتأييدها للتغيير الذي طرأ على الساحة السياسية، الذي قالت إنه يهيئ البيئة لإحداث التطور في العملية السياسية، ووصفته بأنه خطوة نحو استكمال السلام. وكشفت الحركات الموقعة على تكوين لجان خاصة للاتصال بالحركات الموقعة وغير الموقعة من أجل استكمال عملية السلام بدارفور وكردفان. وأوضح رئيس اللجنة التمهيدية لوحدة قواعد الحركات الموقعة الدكتور الفاضل عبد الله زكريا أن باب تجمع الحركات مفتوح لاستقبال كافة المجموعات التي ترغب في السلام، ودعا الحركات للانضمام إلى مفاوضات السلام لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. نحن في هذا المؤتمر لإبراز قواعد الحركات المسلحة الموقعة على السلام بدارفور وكردفان، وكما لا يفوتنا أن نشكر حكومة الولاية وعلى رأسهم أمين عام الولاية. ونحن بهذا المؤتمر نبرز للإعلام أن هذا المؤتمر مع التغيير هذه القواعد قواعد الحركات مع التغيير الذي حصل، ونحن ندفع بهذا التغيير الأمام ونحلل مشاكل هذا البلد. كما نلفت أو ننوه للحكومة أنه يا أخي تلتفت لهذه قواعد الحركات لتكملة الاتفاقيات التي وقعت مع النظام السابق ولم ينفذ حتى الآن. شيعت جموع غفيرة جثمان الشرطي الراحل نزار النعيم إلى مقابر أحمد شرفي بومدرمان الذي توفي في القاهرة منذ أيام في ظروف غامضة. وكان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أعلن الخميس تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله بالعاصمة المصرية القاهرة التي وصلها مستشفيا، وعهد للجنة جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعرفة أسباب الوفاة. وتضم اللجنة السفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية، والمستشار سهام محمد عثمان وكيلة وزارة العدل، والدكتورة سارة عبد العظيم وكيلة وزارة الصحة. وباشرت اللجنة عملها باجتماع تحضيري أتبعته بزيارة لمنزل الأسرة لتقديم واجب العزاء ولقاء الأسرة. وأبلغت اللجنة الأسرة بما يمكنها تقديمه من دعم بما في ذلك الدعم القانوني عبر ممثل للنيابة العامة. وستواصل اللجنة عملها حتى ترفع تقريرها لرئيس الوزراء. وقع الحزب الاتحادي الديمقراطي والجبهة الاتحادية العريضة على وثيقة اتفاق سياسي تؤسس للعمل السياسي المشترك وتمهد لوحدة الاتحاديين بمختلف طوائفهم. وأوضح رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال عثمان إن التوقيع يعتبر خطوة أولى في طريق وحدة الاتحاديين، والتي قال إنهم قطعوا خطوات معتبرة في سبيل تحقيقها من أجل بناء حزب قوي ومتماسك. وأكد بلال دعم حزبه لحكومة الفترة الانتقالية بيد أنه قطع بعدم مشاركتهم في أي من مستوياتها، وأشار لأهمية أن تجتمع القوى السياسية على وحدة البلاد واستقرارها بعيدا عن إثارة الكراهية والعنصرية البغيضة. سنكمل الوحدة مع الاتحاد الديمقراطي الأصل والفصائل الكثيرة التي اتصلنا بها، إلا من أبى باعتبار أنه هذه أشواق ومزاج الاتحاديين في كل أصقاع السودان. إن شاء الله سنقوم بتلبية هذه الأشواق. حزب قوي، حزب يقف أمام التحديات ويضع لها الحلول، وأمام هذا التحديات الكبرى نمد أيدينا للآخرين أن يلتئم الصف بعيدا عن العصبيات، بعيدا عن التناحر، بعيدا عن الكراهية. من جهته قال رئيس الجبهة الاتحادية العريضة الشريف صديق الهندي إن الاتفاق جاء استجابة لنداء القاعدة ولمواجهة تحديات المرحلة، وبنى أهمية العمل المشترك على تحقيق رغبة الاتحاديين في حزب قومي كبير يجمع شملهم ويلبي تطلعاتهم السياسية. الاتفاق يعكس تماما الاستجابة للنداء الاتحادي القاعدي المستمر بوحدة الحزب وتنظيمه ومؤسسيته. هذه دي المرتكزات الأساسية، والقوى السياسية الاتحادية وإن اختلفت ولكنها دائما على موعد بأن تتحد من أجل البلاد ومن أجل رفعتها ومن أجل حريتها، كما ظلت تفعل منذ الاستقلال ومن قبله، وهذه لحظة تاريخية نحن نبدأ بها.
طالب زعماء الإدارة الأهلية بولاية جنوب كردفان الإدارة الأمريكية بضرورة تغيير سياساتها تجاه السودان، وقالوا لدى لقائهم وفد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور الولاية هذه الأيام، قالوا إن التغيير الذي شهدته البلاد يحتم على واشنطن ضرورة التعاون على رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب وإنهاء الحصار الاقتصادي الجائر في حق شعبه. نحن تاني ما دارين حرب ولا دارين سلاح يكون موجود في أيدي الناس. إذا نحن دارين الأمريكان دول هم بالذات مسؤولين مباشر عن السلام. أول يعملوا على إزالة اسم السودان من قوة دار الإرهاب. قائمة الإرهاب. نمرة اثنين، نحن دارين تشيل الديون الموجودة على السودان لأن دي واقع على المواطن. نحن نتمنى أنه يودوا رسالتهم دي سمعها من المواطن من المرأة والإدارات الأهلية. المرحلة الجاية داري يكون في إشراك حقيقي للإدارات الأهلية في السلام القادم لأنهم هيوصلوا الرسالة الحقيقية، بالإضافة وصول المؤن والمسارات لابد أن يكون الإدارة الأهلية مسؤولين مباشرة في العمل الموجود. واستعرض عدد من قيادات الإدارة الأهلية الآثار السالبة للحرب الولاية، من بينها تفكك النسيج الاجتماعي وإعاقة حركة التنمية والتعمير، مما يتطلب أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا حقيقيا يقود إلى وقف الحرب وإحلال السلام الشامل والمستدام بالمنطقة. الحقيقة كان رسائلنا للوفد الأمريكي الرفيع أنه أول حاجة دارين أمريكا تغير نظرتها للسودان في ظل الوضع الجديد ده. طلبنا منهم أنهم يجوا مستثمرين يشتغلوا في كردفان عشان الناس يستفيدوا وجنوب كردفان ترتقي وتمشي على اللي قدام وتبقى كباقي الولايات. وطلبنا كذلك أن هذه الرسائل لا بد من أنه تصل قدام، تصل لأمريكا للرئاسة في أمريكا، وأنه يعني يدوا جنوب كردفان خصوصية لأنها أثرت بالحرب. بدأت قيادات نقابية بقوى إعلان الحرية والتغيير قطاع المهندسين زيارة إلى ولاية النيل الأبيض بغرض الترتيب لإجراء الانتخابات النقابية الفئوية. وقال القيادي النقابي بقوى الحرية والتغيير المهندس محمد أحمد بكاب خلال مشاركته في ندوة قطاع العاملين بهيئة مياه الشرب بولاية النيل الأبيض، قال أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات التفقدية لجميع ولايات السودان بغرض الترتيب المبكر لقيام النقابات الفئوية والتبصير بالأسس والضوابط الخاصة بتشكيل النقابات، وأشار إلى التكوينات النقابية الجديدة التي ستكون منبرا حرا للعاملين في دوائرهم المختلفة تناقش قضاياهم بكل شفافية بعيدا عن الإقصاء، وتأتي وفق التنسيق المحكم مع الفرعية للمحلية مرورا بالولائية والقومية حسب مستوى الحكم الموجود. نحن بنفتكر انه النقابة الفئوية بهذه التقسيمات المهنية حقتها بتدي فرصة للعمال في دوائرهم يناقشوا امورهم، وبعد ذاك العمال من الفرعية او من الكلية للفرعية للنقابة العامة بتاعتهم للاتحاد الكبير حقهم بيقدر يوصلوا كل في مستوى معين لسلطة من سلطات الحكم الموجودة، سواء كان على مستوى المحلية أو سواء كان على مستوى الوزارة أو سواء كان على المجلس السيادي. فبذلك النقابات الفئوية اللي احنا بنقصدها دي بتقدر توصل رسالتها لأعلى مستوى. من جانبه أشار المهندس أحمد علي بابكر العضو النقابي بقوى الحرية والتغيير القضايا الأساسية للنقابات، وقال إن عمل النقابات يهتم بحقوق العاملين والوقوف معهم في جميع الحقوق، وأشار إلى أن مشاركتهم في هذه الندوة الغرض منها التبصير باللوائح والقوانين الجديدة للنقابات الفئوية التي سيعلن عنها خلال شهر نوفمبر الجاري. في الفترة السابقة دي برضو انه النقابات بتاعت المنشأة اللي هي كبلت العمل النقابي هي خرجت عن الحياة القضايا الأساسية بتاعتها، بقت قضيتها اللي هي سلة رمضان وخروف الضحية، ده ما عمل نقابي إطلاقا، ده الشغل بتاع جمعيات عمومية، أقصد جمعيات تعاونية. المسألة دي هي ممكن صحية تقدم خدمات لكن ده ما يبقى الشغل الشاغل بتاعها، هي عندها قضايا أساسية اللي هي حماية حقوق العاملين، كمثال أن هي لازم تقف في المسألة بتاعت الخصصة والهيكلة وإعادة الهيكلة، شردت عدد كبير جدا من القوى العاملة، وده واحد من الدور بتاع أن هي مفروض تقف فيها لأن هي تشريد العاملين، بل أن هي وقفت وساعدت وبحياة بكل الأهناء على أساس تتم الخصص وتتم الهيكلة في هذه الوزارات